عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا فيكم في سيتي سكاي لاين أربيانا. طبعا أدري اشتقتوا للسلسلة، كم اشتاقوا للسلسلة يبونها تكتمل. طبعا عندنا مشاكل الدنيا نحن في السلسلة هاي، مشكلة الموظفين مشكلة. تو آخر شيء نحن سويناه وآخر شيء أنا سويته هو الهاي واي هذا مع خط القطار. هذا خط، ليش خط القطار هذا معوق؟ لحظة، عندي اعتراض انا صراحة بسيط يعني، بس اذا سمحت اذا ممكن ندمر هذا. هنعدل هذا. ها اوكي الحين شوي افضل يعني. السالفة وين خط الخطار كان؟ معقول ما انتبهت له؟ خط القطار هذه يودينا دايركت لين دوار القطارات هذا. اوكي لازم اسمي الاماكن ترى، خلاص الحين بعد ما اعرف الاماكن وين صارت. سويت هاي المنطقة، منطقة جديدة هاي، بتكون منطقة سكنية جديدة، وهاي مربوطة في هاي واي. هاي واي مر من هني، خطين رايحين ردين على اساس يوفر السكان حق منو، حق الجماعة هناك. بس يبان هني شوي ترتيب دنيا. عندي كلينك هني. هاي المدينة اللي الحين بسويها بيتبعها دايركت شو اللي هو، خلينا نحط لنا بيوت اول شيء وانا اسولف وياكم. بيتبعها دايركت، بنحط عماير صغار هني علي بل، بنحط دكاكين هني جم مرة العماير، وابا دكاكين في المنطقة هاي، ابا المنطقة يكون فيها ملعب. ملعب بيكون هني، اتصور احلى مكان. ولا هني هاي الفي اي بي الشركات هني، صفة الشركات حلوة. والملعب بيكون على أحلى فيو في المدينة، ملعب كورة نطلع الفريق نحن هني، مرة مانشستر ولا شيء ولا ربعة ولا من هاي الأمور. انزين الخطة إن نحن نسوي مدينة هني تمد الناس بالعمال، وعقب المدينة هاي خلاص. أنا سويت على فكرة سلسلة باصات، انت يمكن ما كنتوا موجودين ما حطيته. سويت سلسلة باصات بين المدن على اساس اني اساعد المواصلات شوي واقلل الزحمة. الحين الخطة التالية شو تقول لي؟ الخطة التالية خلينا نحط ملعب، بنسويها خلينا نحط الملعب. بس وين ابا ملعب هذا اليوكي؟ الحين خلينا ندور مكان نركب فيه. استانس بحطه هني، مش على كيفي. زين هو اتروت سايد، بس المشكلة انه وايد سلوب سنحن لدرجة مش قادرين نسوي اي شيء. فشو بسوي؟ ابا اجيب منطقة من الارض هني. ايوة نسويها. لحظة هشو الفرشاة الخايسة هاي، شو الفرشاة التعبانة هاي، الفرشاة القرف هاي. اخذت قياس من عند حد، لحظة وين؟ نبى نسوي لهم خدمات ونبى نسوي لهم شوية شغلات. طبعا ما في ماي هني كالعادة، لازم بيجيب له ماي. واذا جبت له ماي لازم يجيب له كهرباء، جبت له كهرباء لازم يجيب لك من دكان. الملعب هذا فنان، بس تعرفون شو اللي انا دايما ما اسويه؟ اتصور اني بحتاج اسوي عنده ممشى دكاكين، ملعب والناس تجي تلعب صح، وبنسوي مترو. والمترو راح خلينا ندورنا تو واي رود، مش ابجريد هكذا. ايوه خليه يروح بالطريقة حلوة.
أبا يلتف بطريقة ما يسوي لنا أزمة. في أنا ممكن أنزله، استعمل هالتول، ولا أقول لا 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 لا، أخلى سيده زين بيب الشارع من وين المنطقة هاي من وراه لين هذا الشارع. شوفوا شكله كيف، لا لذيذ الصراحة، شكله لذيذ. هني بيكون الملعب، في مكان ملعب هني باب الماي، شو اسم هالمكان، زنبارة ما اعرف بسمي اسم ملعب، شوي بعيد عن المدينة. شوفوا منظر الملعب هني، يوه يوه يا منظر الملعب، استوى مكانه والله رقم واحد، هم واحد ملعب كورة من أمه هذا صراحة. بس تعرفون شو من أمه؟ مش طبيعي أبدا. شوفوا الجوانب رقم واحد والله مش طبيعي. أبا بس تعرفون شو، خلى نجيب باركينج. أبا باركينج 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 باركينج، نبا باركينج نبا باركينج، بما أنه ملعب يا رجل يا رجل، تمزح يا رجل، اللي هو وين باركينج؟ المفروض يطلع لنا شيء نفس هذا، لا ابغى شيء اطول شوي اذا حصلت زين، مش هذا يعني، ها ذي بالعيد. هذا كم في كم هالباركن؟ هذا باركن صغير، هذا مو منه فايدة. انزين هذا باركن 2x4 1x4 1x4، كل 4 حبات ماكسيموم، ما يروح اكثر من 4 حبات. هذا شكل احلى، بحط باركن هني، هني باركن باركينج. هاي يبالي مكان ثاني، مدينة ثانية، باركن جنب الملعب، ناس تبركن. شو بسوي اذا في باركنات؟ ممنوع ممنوع تصير وقف مكان ثاني، ممنوع ممنوع. اذا بتصير اي مكان لازم تبركن في الباركنات، ما في تفاهم، ما في تفاهم. ابا دكان هني، دكاكين صغيرة ابا، بس صغار، ما ابا المساحة كامل. نشوف هاي عندنا المنطقة مالنا الأساسية، بس أبى أوصل الثنتين في بعض الحين، بحيث أن يوم أي منو بيسكن عند المقبرة. مزين خلنا الصفة هاي بعدها نحط فيها ناس ساكنة، بس هاي ونكبرهم 3 حبات عن الباقيات. أبا صغار، نبقى هني شركة واحدة في الوسط، بس شركة وسط العالم، سويها 4x4، عمارة تكون شوي أكبر من المعدل الطبيعي، وجنبها دايركت عمارة سكنية. هم شوي بيخربون الأرض لأن يحاولون يعدلونها وهم طالعين فوق، ترى ما عندي مشكلة أنا مع هذا، لأن هاي منطقة جبلية، منطقة جبلية قريبة من الطبيعي يكون سور غلط اصلا. يعني انت لو تروحون اي منطقة من مناطق اوروبا وتحاولون تطالعون مثلا الكنائس اللي في الجبال وهاي الامور، بعض الامور اللي عندهم، بتلاقون مش كل مكان متساوي اصلا، مش ممكن اصلا كل مكان يكون متساوي، لان التولز اللي كان عندهم ولا المعدات اللي عندهم ما كانت بالقوة اللي نحن نتصورها، ما كانت بالقوة اللي تسمح لهم
يسوون كل اللي يبونه، فعادي الحين يكون في شيار في هذا قديم. ولو تشوفون ستايل المقبرة هاي وايد قديم اصلا، ستايلها قديم جدا، كنا من ما اعرف القرن اللي قبله يمكن، فعادي جدا. شو العمارة هاي؟ لحظة، شو العمارة هاي يعني؟ حاطة لي سولر ياكسو بيج، مو بشي لونها، ترى لونها خايس جدا خايس. يوم بسوي متر بيتغير شوي. وضع اللعبة يمكن يتغير بالكامل، لأن البساط حل شوية مواضيع. شوف وقت الكهرباء ما متوصلة ببعض، هاي مش واصلة فيهم. هاي شركات بحط عندي عمارة تجارية، اوكي بحط عندهم 3 في 3، لهني عماير سكنية. حلو، انتوا معي مركزين؟ اهم شيء تكونوا مركزين. خلنا نرجع الملعب. انزين، سوينا احنا الملعب هني، بس بسوي استاد. بس الاستاد وين بيكون؟ شوفوا من هني المدينة، المنظر جميل، لكن هذا مخرب الدنيا. وين صار هذا؟ خلنا نسير نشوف شو سالفته. يقول كثرة زايدة عندهم. ما نحن حاطين عندكم ريسايكل سنتر اصلا، بس ما لهم، منطقة صناعية بحتة. بنشل ريسايكلينج سنتر هذا، هذا شكله ما يكفي حد. بحطي ريسايكلينج سنتر ضخم مكانه. بس كم سيارة في هذا؟ 25. ثاني كم؟ ما يقول لي هنا كم سيارة؟ 15. يعني هذا يغطي، المفروض انه بيغطي وزود بعد زيادة. هذا نفس مشروع تحت الجسر، تذكرونه؟ هذا يمكن احلى مشروع سويته، من احلى الجسور اللي سويته عندي انا. ليش؟ لان الجسر تنزل تحت ريسايكلينج سنتر، في نفس دوار يوديك محطات القطارات، بعدين هاي بتكون منطقة ثانية اصلا يمكن بسويها على الاغلب. بس انا الحين حاط عيني على هاي، على فكرة هذه جميلة، بوصلها لين المطار الدولي بشي سريع. ابى اسوي مطار دولي تقريبا هني، بيكون مطار الدولي وسط القطارات. وهذا مطار الدولي طبعا بيتوصل بالهاي واي. ما عليكم من هذا، بنمد جسر، بكمل جسر، بنرجع من هني، بنمد الهاي واي للمطار. والمطار هذا راح يكون كل مكان تقريبا. هذا شو سالفة ابوه؟ ليش زحمة؟ ليش زحمة يا شيخ؟ يا شيخ ليش زحمة؟ خلنا نشوف. ما نبغى هذا، ما نبغى هذا. أيوة من كذي زحمة، كل العالم تبغي سيد واحد. ترى هاي مصيبة يا جماعة الخير. بس يلف يمين، بس يلف يمين، وهذا بس يوتيرن اسوي. شوف ما حد يبي يلف يسار صح؟ ما اروح اسوي كليك على هايل، بلا اقدر. هذا يروح هني ويروح هني، وهذا يروح هني ويروح هالسيدين هايل، وهذا يتوزع وين ما يبغى. لا لحظة لحظة، doesn't make sense صح؟ doesn't make sense. بس لا بيكون اوكي. اه وقف في نص الشارع يا مسلم، شو عندك واقف نص الشارع؟ بيتوزعون ماله، بس الزحمة لبعيد واصلة، قاعد تزيد الزحمة ترى، قاعد تزيد.
زحمة ما فيها خير، هاي الزحمة ما فيها خير. خله بعدين بتفاهم معه، خلنا نرجع لملعبنا. نبا ممشى، الممشى مالنا وين راح يكون؟ خلاص انت تعبت تدور، وين شغلات منزل ترى زين. هذا هذا خور ما ينفع حقه هني، يعني هذا حلو بيكون مثلا تحطيه هني، احنا من هالاماكن المفروض صوب بحر صوب مكان اسوي له درب، يعني اسوي له درب. انتم ملتعنين صح؟ ما عندكم شيء؟ اوكي مشكلة. زين وكوي روف، هذا بس روف نزل وايد شغلات، يعني انا مش ملحق اني اشوف كل الشغلات. احط ممشى عادي؟ لا ابغى ممشى بدكاكين، ممشى بدكاكين اشوف. والله انه عسل، عسل. تعرف شو العسل؟ هو ده عسل. في باركنات، بس تقولون الباركنات تكفي؟ انا احس الباركنات ما تكفي شيء. اذا هاي السالفة شو بنسوي؟ بنسوي شارع صغيرون يطلع من هني لين هني. حلو، هاي استوى عندنا شارع جميل والله، شارع كتش. حلو الترانزكشن مالها على فكرة، حلو كيف ينزل من شارع عادي يتحول مرة واحدة لشارع تراوي على فكرة، جميل انا اشوفه جميل. خلينا نشوف باركنج زين، وما بسوي الباركن هذا. لا مش هذا، لحظة. ايوه هذيل، هاي الباركنات. ابو باركن بالعكس بالطول، بس ما ظني عندي، ما اتصور موجود، يمكن ما نزلته. بس اكس اكس باركن زين، شوفوا شارع تراب حوله شو باركنات، لان عندنا شو نحن عندنا ملاعب بنا باركنات نفس هاي. بس لحظة، باركن نو بارك نو بارك، ما بحد يوقف على الشارع بصراحة، يعني ما بحد يوقف على الشارع. خلنا نضبط الباركن، ميلان خفيفي نعطي ميلان. لحظة ما نبى هذا، هاي باركنات حلوة زين. نبى عندهم ان باركنات، بنحطي كم شيرة علي بل، يعني علي بل لازم في شيرة. لحظة، اشجار طويلية هاي، خلينا نسوي لنا غابة جبلية حسب يناسب الثيم الموجود. بس اللي مش عايب اني في هذا شو يستوي، شوفوا لا فنان تستوي زحمة مرحلة من المراحل، لابد تستوي زحمة. يوم تستوي زحمة برجع له الزحمة هاي، لازم انت تشوفه كيف الوضع
في باله ترتيب. انزين الحين نحن نبغى شيء فنان حاطين حن يعني شيء فنان، ما بأعلام، ما ببوست، ما نبغى هاي الثلج، ما عندنا ثيم ثلج، ليتات ما بحتاج، ليتات ما بليتات هاي اللي نشوف إذا في شيء على الكورة بعد شبه متأكد مو فيه هني، بس اللي صدقي باله حطيلنا لنا لأن الحين ملعب كورة ترى يكون عليه زوار، ملعب الكورة دائما بيكون عليه زوار كثيرين. أنا شو بغيت أسوي؟ أبا أش أخ أقوم واحد من هايل وأحط شارع وراه وسكن الناس هني، أو ما لدى حتى ممكن. زين نسوي خليهم ساكنين هني، بس شوي خطر صح؟ شوي خطر. خلها في ناس ساكنة هني، هني ما بحط بيوت طبعا، بس بحط بيوت هني. أبا ناس ساكنة اثنين في اثنين لين هني، وفي ناس بتسكن هني، في ناس بتسكن هني، ثلاثة في اثنين، في ناس بتسكني، في ناس بتسكني. هذا برفعه، الشارع وايد خطير، شارع مش طبيعي، خطورته عالية ترى. اوكي بنزل هالشارع شوي هذا اساس يبين اني قصة ليبل، حلوة قصة ليبل، بس القصة ليبل اخر شي حط شارع رمل، تكلفة القصة اعلى من الشارع بمراحل. ايوة شوفوا شكل الشارع احلى، شوفوا ايوة ممكن يكون بين يبال بعد بدون ليتات، شوي خطير شوي جميل، جميل مش جميل جميل. انزين هاي الطيبين اللي بركنوه هني، ما حد قالكم انه ممنوع ولا تفركنوه حتى قريب هني، ولا تفركنوه هني في باركنات عندكم، كل هالباركنات هاي هاي ها شوفوا شوفوا يوقفون والله في الباركنات، لا طر الباركنات طر، ما بحد يوقف هني حتى هني، ما بحد يوقف اللي عنده بيت محترم ويباركن في بيته مو يوقف على الشارع، بس بحط باركن ثاني صبر، بحط باركن اللي هو نفسه اللي حطينا صديقنا، شوفوا هاي الناس هني تتباركن، ما قوم سويت لنا باركنات، هاي باركنات كم موجودة لا تحتشرون، حط لهم باركن فوق اللي بيلهم، بس شوف كم تسول بقى هاي انت ساكن هني يو، بس شو الشارع هذا خطير، شارع جدا خطير على فكرة، جدا خطير، هذا كل حق الناس اللي ساكنة تحت على فكرة، كل حق الناس اللي ساكنة تحت، زين الناس ساكنة تحت عندهم عيادة، عندهم شبه عيادة، بحط عيادة في الزاوية هني عند المقبرة، زين عيادة عند المقبرة ليش وصلوا الناس المقبرة يعني ولا شو؟ لا يا ابوي حطي العيادة هني وين ويكس مورسنس، لان هناك يوصل عندهم عيادة، اذا سويت بيوت زيادة بوصل لين هني، بوصل هاي في الصناعية، الصناعية ما عندها عيادة، لحظة خلنا حطي لهم عيادة. اوكي انزين حطي العيادة بعد عند المقبرة، المقبرة مكانها خطير ما في حل الا هني الصراحة، عند العيادة بابا مركز شرطة، زين مركز الشرطة مالي وين يروح؟
ليش يلفوها اللفة الطويلة عسب يوصلون ملعب الكورة؟ لحظة، حرام. مو بحرام. اوكي، هاي مرة موصلة حاليا. بعد بتشوف الصرف عادي، نسوي له ايكولايز ولا شيء ولا سلوب تو ستيب. اوكي زين، خلينا نحط هنا مركز شرطة. ما نزلت مراكز شرطة انا، المفروض انزل مراكز شرطة والله. المفروض مركز شرطة بيكون هني جنب الباركن. اذا استوى شيء العالم شرطة موجودين. مطافي هاي، هاي الشرطة. ما علي، بيطفون الملعب اذا احترق. اخطاء واردة، اخطاء واردة. حطي هني صديقنا، اصدقائنا الشرطة. والله عندي شرطة صدقون، بس عماير ما حسبت حساب. شو هاي اللي بحطي لهم مدرسة؟ وين هني بحطي لهم مدرسة؟ ما يستاهلون مدرسة اكثر. هاي منطقة الحين تستاهل مدارس اكثر؟ والله ما تستاهل الصراحة والله. بس شو يبالهم هناك؟ صنهم صراحة حديقة. صدق 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 يبالهم حديقة. دا عندنا شركات. لحظة بحط لهم بس مطاعم. تعيبني المطاعم على فكرة. طر شركة وهذا ودني شركة هني. زين، ومطاعم حوله ودنيا شي مرتب يعني، شي مرتب. وين الحدائق؟ ايوه هاي الحدائق. ابا حديقة اكبر فيه. هي هاي على راس الجبل، حديقة كبرى. نعدل الشارع هني ونحط الحديقة فوق. شوفوا هذا بيكون ترتيب حي. بسوي له دا ديرت رود، بسوي له ديرت رود. و لا 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 لا، زي ما فجرت الدنيا انا. زين، ناخذ من هذا ونمده مدا 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 مدا. بس هو لحظة البرش وين؟ زين، المدة لين يوصل لهذا. لحظة، المدة لين يوصل لمنو؟ لين يوصل لصديقنا منو هذا. اعطيه دير ترود سريعا جلدي. من دير ترود مالنا هذا هو. مرة من هني حديقة بالعودة مالنا. وين هاي؟ شوف فنانة الحديقة، فنانة. قدامها دكانين صغار، دكان صغير مرة صغير. ها حديقة دكاكين، حد يصير يبيع عياله يرتب له. ما بسوي باركنات، فما بسوي شو ولا بسوي باركن. ليش ما بسوي باركن؟ 2 باي اكس. هاي باركنات، هاي باركنات. اذا حطينا باركنات معناه ممنوع يوقفون على منو؟ على الشارع. بعد مرة طلب اقول ممنوع توقفون على الشارع، ومش حط لهم باركن انا بعد. بس هم ما تصور على المدينة هاي بيكون في زحمة على الحديقة اكثر من هاي. تبون صدق يعني في زحمة اكثر من هاي؟ صعب، ما اتصور. بس هدم الباركنات في، انا ما سويت مبنى باركنات. فاللي على الشارع واكينه هاي اللي مو بشيلها مع الشارع بصراحة يعني، بصراحة ما بشيلها مع الشارع. وقت الحلقة على فكرة خلص، جدا خلص. والله فنان هذا، شو العجيب هذا؟ شو جايب؟ شو ساكن انت في؟ شو شو مكتوب؟ بي جي كابتشر شيء. اوكي، اي ما حاطين نحن ريسايكلينج سنتر حق المنطقة. نبى ريسايكلينج سنتر. ريسايكلينج سنتر بيكون تحت. نزل ديرت رود. اوف لحظة، ايوه سوالي جسر الذكي. ايوه الحين يبي اليمين يسار مرم. امزح وايد. زين، حط ريسايكلينج سنتر صغيرون حق المنطقة. اركب اركب اركب، ولكم علي شوي كبوزيشننج.
بس مكانه رقم واحد بيجمع الوسخ اللي هني. هاب طلع بس حق ريسايكلينج سنتر، فما ما بيفرق وايد يعني، عادي مرة طيبة. بس الناس تشوفه من بعيد، فشو بسوي؟ وين الشجر مالي؟ الشجر 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 نبشر عودة، نبشر عودة. انزل سنجل، اوكي. ان اللي يمه هناك ما يشوف منو ريسايكلينج سنتر، يشوف شير بس، يحسبه غابات ورا. اشوف نوعا ما يبين، بس اجمل من انه ما في شيء، اجمل انه ما في شيء. شوفوا يغطي شوي على الشير وراكب اثيم ان الشير وايد ترى. بعدين ريسايكلينج سنتر لازم بيزرعون شيء يعني، لازم يكونوا مستخدمين للبيئة يعني اصلا في نهاية اليوم. انا اظني هاي حلقة اليوم تكفي، بس بلعب من امه بسميها، خلاص بسميها الحلقة بسميها ملعب من امه مرة. خلينا نحط لهم دكان هني يعني، يصيرون دكان لاخر الدنيا يعني، دكان واحد ما يضر. فنشوفكم ان شاء الله في الحلقة الجاية. خلصنا من الملعب، يمكن اسوي المتر، يمكن اسوي شيء ثاني، نشوف حسب خطة اللي تخطر في بالي اول ما بكمل اللعبة. والسلام عليكم ورحمة الله.